اهلا بيكم في قناة ترك فود بالعربي. هشارك معاكم طريقة لتزيين التورتة سهلة جدا. لو اول مرة تعملي تورتة دي اكتر طريقة تناسبك. مكوناتها مش كتير وطعمها تحفة وشكلها جميل جدا، بس ياريت تشتركوا في القناة ولو عجبتكم الوصفة لايك. اول حاجة هقطع الكيك بتاعي، وده كيك الاسفنجي اللي عملته قبل كده، ودي طريقة تزيينه، هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف. من انجح وصفات للكيك الاسفنجي، ما شاء الله لونه فاتح وهش، وعمل معايا اربع طبقات من غير سبونج ولا محسن كيك. عملت كيك اسفنجي ناجح جدا، شوفوا هيعجبكم جدا. تاني حاجة هنحضر للكريمة، وهي كوباية من كريم الشانتي الخام، عليها كوباية من الحليب المسلج، عليها 3 معالق كبار من السكر البودر، ودي الكريمة اللي انا هستخدمها في التزيين وحشو كيك. هضربهم كويس احطهم في التلاجة لحد ما احضر بقية المكونات. هنا معايا حباية من المانجا، وياريت يكون اي نوع متماسك. انا هنا استخدمت نوع اسمه نعومي، ده اكتر انواع متماسكة معايا عشان اقدر اقطعه شرايح رفيعة بسهولة ما ينزلش معايا مية كتير. هنا هحضر البولة وهغلفها كويس بالاسترتش او كياس بلاستيك اللي هشكل فيها التورتة بتاعتي. هرص فيها شرايح المانجا، بس مش هرصها كلها عشان لسه هحط في الطبقات بالشكل ده جنب بعض. بعد كده هوقف شرايح المانجا بالطريقة دي. ممكن نستخدم اي نوع فاكهة حسب الرغبة، ممكن نستخدم فراولة، ممكن نستخدم كمبوت زي الأناناس أو الخوخ. بعد ما رصيت المانجا هبتدي أحط طبقة كريم شانتيه اللي هي تغطي المانجا كلها. بعد كده هحط طبقة الكيك اللي أنا ساقياها بالسفن، واحط طبقة كريم شانتيه عليها وشرايح من المانجا. احط الطبقة التانية وهسقيها سيفن، واحط عليها طبقة كريمة. واحط اخر طبقة كيك معايا، والطبقة الرابعة هقطعها صغير هحطها حوالين طبقة الكيك بالشكل ده. طريقة التزيين التورتة دي سهلة جدا وبتخلي معايا الشكل النهائي جميل قوي. هسقيه بالسيفن كويس. وبعد كده هغطيه بالكيس اللي انا كنت مغلفة بيه التورتة. يعني لما نيجي نبطن البولة نراعي ان الكيس او الاسترتش يكون طويل عشان نقدر نقفل بيه بعد ما نخلص، تبقى متغطية كويس. هنا بعد ما قعدت في التلاجة ساعة هبتدي اقلبها، وعشان الفاكهة تفضل معانا فريش وما تتبلش وما تسودش. من اي مستلزمات حلواني هنجيب ملمع الفواكه، والبديل ليه هنستخدم نوع جيلي نفس نوع الفاكهة اللي احنا استخدمناه. يعني هنا نستخدم جيلي مانجا. بجد التورتة دي طعمها جميل جدا. الكريمة مع المانجا مع الكيك قد ايه طعمهم مع بعض روعة ولذيذ جدا، وكمان اقتصادية مش مكلفة. والكيك ناجح معايا قوي وهش ولذيذ تحفة بجد. ان شاء الله تعملوها وتعجبكم، وبالهنا والشفاء.